We call out fear-based rider, verloren. Voor ons het was geen makkelijke wedstrijd. We hebben ook tegen een elftal gespeeld. Dit elftal hoog te dragen. Ja. Dankjewel. Hier is Sala Mouchbara, kif ma qulti. علاش؟ لأنه بكل صراحة يعني ملي نشوفوا فقط المغرب الفاسي في 20 سنة الأخيرة، مشيت بزاف 20 سنة الأخيرة، يمكن إخوانكم كتعرفوا هادشي أحسن مني، يمكن من 2003 حتى 2023 من السي العامري اللي كان كله كل الاحترام وكل التقدير 2003 جوبونس كان بلغ الإسلامي من هذا المنظر حتى الحسي، هذه 20 سنة، وإلا خطأت يمكن أنتم تسمحوا لي. أعطوني مدربين اللي جاوا وخدموا وهما عندهم قطع، اللي لقاو يمكن ثلاث مدربين، يمكن لو شونتر، كاين لو شونتر، أوسكار فيلوني، محمد فاخر، محمد فاخر جا دوز ثلاث ديال المشاهد بحالي، وكنشكر راه كنت جايب نقولها علاش؟ أن محمد فاخر بان له بأنه محمد ثقيل، محمد ثقيل، لماذا؟ لأن المدرب اللي جايب أرقام عنده واحد الفكر، يا إما خصو يمشي بحاله ولا خصو يصبر ويعمل باش يوصل مع ذاك المجموعة المتطلبات ديال الجمهور، حنا مغرب فاسي جمهور رائع، مدينة كبيرة عندها متطلبات كثر. والمدرب كيكون عنده ألقاب كتكون عنده واحد لا فيلوزوفي دو ترافاي، ماشي فقط في مقابلة أو جوج، في كل مقابلة أو ميم في سيونس دونترين، لأن أبروبي فاش جيت للمغرب الفاسي هاد السنة دابور بعدا ماشي أول سنة كندرب الماس، ندرب الماس هادي تالت مرة، أول مرة كانت في 2013، ثاني مرة كانت 2016-2018، وهادي تالت مرة. ماشي مدرب يلاه غادي نبدا، انا جاي وجاي عندي ألقاب وجاي كأنما شخصية كأفضل مدرب في الدوري أو جماعية اللي هي مع نهضة بركان واللي هي مع المغرب الفاسي كأس العرش أو كأس الكونفدرالية، يعني راني جاي عندي واحد شوية ديال الحنكة وكنقولها بكل التواضع، واحد شوية ديال المعرفة، عندي فيلوزوفي دو ترافاي وعندي واحد لون بلانت ماشي ممتلئ لهذا. فكذلك يمكن انا كتعرفوا عليا كاين شويه تواضع اكثر من القياس، يمكن عالمنا ديال كرة القدم تيخصو الناس اللي كانوا كيهضروا بزاف، يمكن حنا تربينا كبرنا وهذا باش كنعرفوا الحاجة ما تواضع لله رفعه، يمكن ما تنقولش بزاف ديال الامور يعني مزيان ملي نفسرها كذلك. يمكن فاش خرجت من اوروبا 19 سنة قبل ما نمشي لأوكسير كانت برشلونة كانت لانتر ميلو ماشي فرق عينين، مشيت لأوكسير ومشيت لأوكسير مع واحد المدرب كبير اللي هو غيرو، مشيت لأوكسير وهي فريق انا بات رقم واحد في فرنسا حائز على الكاس حائز على البطولة، من بعد انطلق المشوار تدربنا وتستندنا ضد لاعبين كبار مع لاعبين كبار ومع مدربين لاعبين مستوى كبير، كنا معاهم في السيارة وهذا ماركش جنا على شاربونيي اللي بطل العالم ديال فرنسا 98، أكثر صديقين ديالي كانوا آنذاك هو سيب مارلي بطل العالم 98 هو ديوميد بطل العالم 98، وبقات المشوار غادي وغادي وغادي، بعض واحد الناس هداهم الله نقول لهم أنا كاع راني ماشي مغربي كاع، يمكن من هولندا كنفهم حتى حاجه وما كنسمع حتى حاجه، ودابا كنخاطب اللي كيحبوا المغرب الفاسي واللي ما عندهمش مصالح شخصيه، هما دابا اللي كنخاطبهم دابا باش هادوك كنبردو نقول لك ارتاحوا مع راسكم، ان لعبت تشامبيونز ليغ لعبت لا كوب دوروب شوي دومي فيناليست لا كوب دوروب وديت القاب شوي تروا فوا شامبيون ديال البرتغال دو كوب عندي مع البرتغال شوي شامبيون السبور ديالي مع كاس افريقيا و و و و مشوار كروي ماشي هين متريتي، لان عندنا لاعبين عندنا مجموعه اللي كبيره ماشي مجموعه اللي سهله واللي قليله،
بانوا لنا بزاف ديال الاشياء بكل صراحه، لان كتجيب لاعبين تيخدموا معاك وهذا وهذا، وكيبان كاين منهم اكيد ما يمكنش تنجح فيهم 100%. هادي ما كاين حتى فريق كيديرها بما فيهم برشلونه وريال مدريد وهذا، يعني كاين لاعبين اللي بانوا لنا بانهم يمكن لهم يمشيو معنا في النصف الثاني من الموسم في السنه القادمه، وكاين لاعبين اللي يمكن يبانوا لنا ولا تكون عندنا فكره بان يمكن نسرحوهم ولا يمكن لهم يمشيو. وداك الساعه على غير هذاك الشيء هذا كيبانوا لنا لاعبين اللي نقدروا نجيبوهم، لان هنا يطرح لك سؤال الاخر ديال واش الفريق مسموح له باش يدير انتجابات. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.